هل تقبلون أن يبقى هؤلاء بيننا يفسدون علينا حياتنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستكمل حديثي في اللقاء الثاني، أدعو الله عز وجل ولن ينفق الاعتصام حتى يستجاب لجميع مطالبنا من وعلى المطلب الاول. الحمد لله رب العالمين، احمده سبحانه واتوب اليه واستهديه واستغفره. انني اجمل ما جئنا اليوم من اجله، لا بد من محاكمات عادله وعاجله، لا بد من ان يوضع كل المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وغيرها في الحبس الاحتياطي لحين الفصل في القضية. لا بد من ابعاد فنون النظام السابق عن الحياة السياسية. لا بد من عودة الامن. وانني اقول ان كثيرا من رجال الشرطة شرفاء، ان قلة منهم هي التي عملت ولا زالت تعمل ضد مصلحة هذا الوطن. ولذلك انادي بتطهير وزارة الداخلية من كل الذين افسدوا ولا زالوا يفسدون علينا حياتنا. انني اطالب بان يكون للشهداء عند المسؤولين قدر وقيمة، وان يعبر هؤلاء عن انهم جاءوا بثورة شرعية عظيمة يتحدث عنها العالم كله. فيجب ان ينتمي هؤلاء الى ثورتنا، وان ينتمي المسؤولون الى ثورتنا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا. اللهم من اراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل كلمة المصريين واحدة، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم اجمع بين صفوف المصريين. اللهم انا نحب هذا الوطن، وسنبقى مشاريع شهداء حتى يتحقق النصر لهذا الوطن. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.